المهاجم في الفول هو قناص معروف معناتها خاصة هو يمتاز بطول القامة واللعب بالرأس معناتها الكرة اللي يحب عليها. إلى محمد أمين فلفول اللي بسرعة كبيرة يراوغ ويختار زاوية صعيبة على الحارس محرز حسني قد يكون أغلى هدف الأولمبيك في هذا الموسم. ثم من إضافة هدف ثاني عن طريق محمد يرحم محمد أمين فلفول اللي في مناسب شيء كاد يفتح النتيجة في مرة ثانية رأسيته تضرب على العارضة We'll be right back.
لكن رجوع للمدافعي الاولمبي البيجي والتألق للحارس اسعد الهمامي وما زالت الفرصه محمد امين فلبول من الملعب التونسي من عمل فردي انطلق باليمين كان قريب جدا من تثبيت النتيجه.